لسه مكملين معاكم فقراتنا ولسه مع شباب شو، والنهارده هنتكلم عن الرياضه. دايما بتلاقي البنت او الشاب لما بيمشي فارد ظهره كده وفارد جسمه تقول له ده شاب ماشي واثق في نفسه، بنت واثقه في نفسها. دايما الثقه بالنفس مرتبطه بشكل الجسم وهيئته، عشان كده جبنا لكم النهارده الكابتن حسام فيصل هيكلمنا عن الفورمه وعن مشاكل الجسم وازاي نحسن جسمنا. ازيك يا كابتن حسام؟ ازيك يا هاني؟ عامل منورنا ايه؟ في شباب الحمد شو لله، النهارده. ربنا يكرمك. الحمد لله تمام. كابتن حسام، دايما الشباب دلوقتي بقت مهتمية بشكل جسمها، بس هي معظم الناس او الشباب والبنات والكبار حتى سنا عندهم أزمة كبيرة. قبل ما نتكلم عن الفورمة وشكل الجسم، عايزين نتكلم عن النقطة دي بالأخص، وهي نقطة البطن او الكرش. تمام، كتير مننا بيبقى عنده كرش وعايز ننزل الكرش بس مش بيعرف. ما كله فاكر اللي هو النظام الغذائي بيبقى مثلا اللي هو ينزل البطن بس او باقي الجسم. لا، كله مثلا حد يجي للجيم مثلا بيقول انا مثلا عايز انزل البطن بس وباقي مظبوط، الجسم غلط. لا، النظام الغذائي ده بيبقى على كل الجسم، توتال الجسم كله بينزل تدريجيا طبعا حسب الجينات الوراثيه. مثلا في حد مثلا ينزل من الصدر اكتر، من الارداف اكتر، من البطن اكتر، وده طبعا بيختلف من واحد للتاني. على حسب جيناته. اه طبعا، انما ما ينفعش نقول مثلا انا جسمي مظبوط مثلا. دايما تلاقي البنات جسمها عاجبها بس تقول لك انا عايز انزل منطقة البطن بس، مش عايز اخسس جسمي كله. ما ده مفهوم غلط برضو، فاهمني؟ اللي هو كل واحد بيجي يقول لي مثلا عايز نظام غذائي ينزل البطن بس، مفيش حاجه اسمها كده. هو النظام الغذائي بينزل توتال الجسم كله بس تدريجيا، مناطق من مناطق، وبيختلف من الستات للرجاله طبعا. ممارسه الرياضه بيبقى التركز على البطن اكتر. يبقى بحس ان، طب احنا دلوقتي مثلا لو عايزين نقول ان احنا عايزين ننزل منطقة البطن او ننزل الجسم كله ونبدأ نبني جسم تاني شكله حلو، اللي هو زي ما بيقولوا التخن بطريقة صحية، او يبقى شكلي جسمي مليان بطريقة صحية بحيث ان هو مش دهون، لا مرسوم كده وظهري مفرود. ما على حسب الشخص نفسه، هما 3 انواع. في شخص مثلا كسول ما بيتحركش ياما، في شخص مثلا متوسط الحركه، شخص سريع الحركه مثلا بيشتغل وبيروح الجيم وكده. فبناء على الثلاثه دول احنا بنحدد مثلا الشخص اللي هو جاي لي مثلا عايز يعمل نظام غذائي، فبنقول له مثلا ده او ده او ده، فاحنا بنختار مثلا منهم واحد. تمام، لو بنختار مثلا الشخص الرفيع اللي عاوز يتخن، يعني في مثلا اشخاص رفيعه خالص بتقول لك بنحدد انا اول عايز اتخن بس مش عايز يطلع لي كرش او مش عايز يطلع لي جناب. بنحدد له اول حاجه السعرات الحراريه اللي هو مثلا على مدار اليوم. تمام، وبعد كده بنزودها له. او العكس، مثلا الواحد عايز يخس بنقلل منه السعرات الحراريه اللي عليها مدار اليوم. طب دلوقتي يا كابتن، دايما بنشوف مع بعض الشباب تلاقيه مثلا كان رفيع وفي ظرف شهر او شهرين بقى حاجة تانية خالص، تحول. هل ده بيبقى طبيعي مثلا، ولا هو بياخد حاجات معينة للجيم، او بياخد اللي هو بيقولوا عليه تحول الحقن، لدرجه ايه مثلا؟ يعني عمل بيتحول بناء عضلي مثلا، خضك بقى مثلا ضخم كده. كده؟ يعني احنا بنشوف كده اللي هو ماشي رفيع عادي، لسه بص، شايفك امبارح رفيع تلاقيه مثلا ما في ناس بتستجيب للجيم مثلا بنظام ماشي، لو ماشي على نظام غذائي كويس، على تمارين كويسه مثلا، لو بيستخدم مكملات او لا. انما الاوفر اللي هو مره واحده مثلا من شهر او شهرين بيتغير مره واحده، فده اكيد هرمونات. طب هو ايه الفرق بين المكملات والهرمونات؟ لا، دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. انما الهرمونات ضرر اقل، بس الهرمونات دي اللي هي الحقن، المكملات ضرر اقل، بس مكملات الضرر على المدى البعيد. المكملات دي يا كابتن اللي هي البودرات صح كده؟ البودرة. البودرة والهرمونات دي اللي هي الحقن اللي بتتاخد في بالظبط. الجيم. بالظبط، بس هل الحقن دي فيها خطورة عالية على جسم اكيد الإنسان؟ اكيد طبعا، بسبب جلطات وبسبب حاجات كتير جدا يعني، طب ومعالج بالنسبة جنسي للمكملات، بتسبب ضرر بس على المدى البعيد وحسب الكميه اللي هو بياخدها. يا ترى بياخدها بشراسه، بياخد مثلا جرعات ياما، بياخدها ازاي؟ تحت مثلا من نفسه، ولا تحت اشراف طبيب، تحت اشراف يعني ما تحت ينفعش اشراف اروح مدرب؟ انا اقول انا اشتري مكملات واروح لا اخدها مع طبعا، لا نفسي في طبعا، الجيم لا طبعا، واتدرب لا عليها؟ لا طبعا. كترها بيعمل فشل كلوي، وبيعمل سداد في الشرايين، بيسبب مثلا مشاكل في القلب، وبيعمل مشاكل، ومع المدى البعيد بيسبب مشاكل في العظم. طيب في نقطة تانية برضو كنا عايزين نتكلم فيها يا كابتن، هي ان الناس المليانة او التخينة بتلاقيها خست مرة واحدة مثلا، او عملت رجيم قاسي لدرجة ان هي بقت رفيعة جدا. هل ده فيه ضرر على جسم الإنسان أو وظائف الأجهزة اللي جوه جسم الإنسان؟ ما على حسب استجابة الشخص مثلا يعني، هو خس مثلا، خس تبع ما يشوف طبيب، ولا هو من نفسه منع كل الأكل، منع السكريات، منع الفيتامين، منع الكارب، منع البروتين، منع كل حاجة. هو لو عمل مثلا زي ما أنت بتقول مثلا منع كل حاجة عشان يخس مرة واحدة لفترة معينة، فأكيد سبب له ضرر كبير بيبقى الضرر واقع على أنهي جزء في الجسم على بقى؟ كل على الجسم، الكبد مثلا؟ كطاقة، على كل حاجة، أي حاجة فيها بتصدر الطاقة مثلا، مش هيقدر يتحرك، مش هيقدر يعمل جهد، هيبقى تعبان، هيجيله خمول في الكبد، في مشاكل كتير جدا بتحصل له طيب بسبب نقص الفيتامينات. انت يا كابتن دلوقتي عارف ان احنا كسلانين جدا ويعني كسالى قوي، ازاي نبدا نشجع نفسنا عشان ننزل الجيم او نمارس الرياضه او نمشي على نظام غذائي؟
اول حاجه لازم يكون عندك هدف وحلم انك عايز تعمل حاجه، انما مثلا انا عايز انزل الجيم عشان مثلا اصحابي نازلين الجيم وفرحان نازل نازل الجيم عشان اعمل جسم مثلا عشان يبقى منظري حلو على البحر وخلاص، فلا يعني المفروض يكون عندك هدف وحلم عشان توصل للي انت عايزه. لا لازم احدد ان انا عايز ايه، عايز اوصل لايه، عايز مثلا جسمي يبقى عامل طبعا ازاي. طبعا اه طبعا طبعا. طب هل في فرق بين مثلا الجسم الفتنس والبودي بيلدينج اللي هو بيبقى جسمه ضخم قوي ده، وفي واحد تلاقي جسمه متناسق بس مش ضخم، تمام. هل الاثنين دول مثلا ده ليه طريقة معينة في التمرين، او ده ليه بياخد اكل معين، او ده بياخد حاجات معينة، اكيد اكيد طبعا ولا اكيد هما الاثنين اكيد بيبقوا طبعا ماشيين على اكيد نظام اكيد. واحد؟ الفيتنس والفيزيك ليهم طريقه معينه، والتنين ليهم طريقه معينه خالص. يعني اللي تقصدك عليهم مثلا شباب من غير ما نقول اسامي يعني اللي اه هم لا من دون الضخامه، اسامي. اه بص دول هرمونات يعني بيبقى معظمهم هرمونات عشان مش يضخموا معظمهم 100% هرمونات طيب عشان ما اضحكش على بعض. يعني النقطة التانية برضو عند عند البنات يا كابتن، دايما بتلاقي البنت تقولك انا عايزة اقسم جسمي، عايزة الوسط يكون كده منحوت، عايزة البطن تكون منحوتة، طبعا وفي طبعا نفس الوقت الاماكن بتاعت الجسم اللي هي الانثوية دي عايزاها بارزة وشكلها كويس، شكلها حلو، ظهري مفرود. ما ده بيتم فعلا، بيتم في بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صح نظام مظبوط. غذائي زي ايه يعني؟ مثلا الاكل مثلا بيكون عبارة عن ايه عشان الاكل ما هو المضر والاكل بص الكويس؟ هقول لك على حاجة، يعني هي بتختلف من 3 أشخاص. في مثلا قلت لك في شخص كسول، في شخص مثلا حركته قليلة، في شخص سريع الحركة يعني مش سريع الحركة اللي هو مثلا بيشتغل وبيروح بيحرق الجيم كتير ده بيحرق. مثلا، ده لازم ياكل اكل اكتر مثلا. فدي عشان نحسب له هياكل ازاي، لازم اول حاجه تحسب له السعرات الحراريه للجسم. بالنسبه لاول شخص مثلا هو الكسول الحركه شويه اه ده يعني ده مثلا لو هو وزنه 80 كيلو مثلا مثلا بيستخدم واحد وفاصله وثلاثه من ايه من 10 جرام سعرات حراريه على مدار اليوم. فبنضرب ال 80 في واحد وفاصله وثلاثه من 10 في 24 يعني مثلا تمام. دي ايه الناتج الاكل، اللي هيطلع ده السعرات الحراريه اللي المفروض يستخدمها على مدار اليوم طب تمام. ايه الاكل اللي موجود اللي فيه سعرات حراريه كتير اللي ممكن نبعد عنه الناس المليانه مثلا او ما انا لسه الرفيعه ما تقرب منه؟ كملتلكش، ده اول حاجه بالنسبه لاول فئه. في مثلا الدرجه الثانيه مثلا اللي هي متوسطه الحركه تمام، حلو لو مثلا بيروح الجيم او الشغل بس تمام حلو. وطول الوقت قاعد في البيت، ده هنزود السعرات الحراريه بتاعته هتبقى 1.4 هنضربها في 24 اللي هي مثلا الى مقدار الساعات في اليوم تمام. في مثلا 80 كيلو لو وزنه تمام. الناتج اللي هيطلع ده هو مثلا ده مثلا اللي لازم نستخدمه على مدار اليوم، السعرات الحراريه على مدار اليوم. لو شخص مثلا بيروح الشغل وبعد كده بيروح الجيم بيبقى 1.5 وبنضرب نفس الريتم اللي احنا عملناه دلوقتي تمام. احنا مثلا شخص عايز يثبت وزنه، انت مثلا 70 كيلو عايز تثبت ال 70 كيلو، مش عايز هتستخدم نفس اقلل السعرات الحراريه اللي هي اصلا طلعت لك من الناتج اللي هي اللي احنا ما قلنا عليه. زودش ولا اقلل لا لا لا، منها، لو انت عايز هي تثبت وزن عايز تمام. اثبت وزن مثلا. عايز تخس طبعا هنقلل 1000، عايز تزود هنزود مثلا هنزود من 500 ل 1000. طب بشكل سريع كده يا كابتن، ممكن تقول لنا ايه الاكل اللي مثلا بيكبر الكرش، او انا مثلا عاوز اخس وانزل الكرش، ايه النظام اللي ممكن امشي عليه، او الاكل اللي امنعه، او بص انا الرياضه؟ اقول لك على كام طريقه ننزل منها، يعني ننزل منها الكرش وننزل يا منها ريت كل حاجه. اول حاجه الميه، الميه مهمه جدا بقدر عالي جدا. ان انا ازود في الميه، نشرب ميه؟ لا يعني بص يعني نشرب اشرب بعقل يعني ميه يعني ممكن مثلا كام نشرب لتر في اليوم؟ ما على حسب الشخص. مفيش حاجه ما فيش سايده، حاجه معينه، مفيش حاجه ماشيه على الكل، الكلام كل مش واحد عشوائي خالص، ليه كل واحد ليه نسب معينه وليه حسبه معينه. مثلا لو هنقول مثلا اي حد شخص طبيعي تمام يعني المفروض يشرب مثلا نقول كوبايه ميه قبل الاكل بنص ساعه. وبرضه لو هيفضل مثلا هياكل مثلا ثمره فاكهه يفضل برضه قبل الاكل بنص ساعه طب هل تمام. ده برضو سؤال ده بصفه من عامه ضمن ده. المية بس، هل المية مع الأكل بتضر مثلا أو انا قلت بتكبر؟ لك قبل الاكل مش بعد الاكل، هو لا في أنا نص بسأل الاكل. سؤال منفصل، هل المية مع الأكل في وسط الأكل غلط ولا بالعكس المعلومه دي غلط جدا، دي بالعكس دي بتساعد على الهضم وبتساعد على حاجات كتير جدا. ما فيهاش أي لا مشكلة لا يعني لا إن أنا خالص أشرب خالص مية مع لا الأكل؟ لا 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 غلط عادي جدا، دي بتساعد على الهضم كمان تمام. إيه تاني ممكن تمام. مثلا؟ اول حاجه لازم نقلل، لازم يعني نعلي البروتين على قد ما نقدر، مش هو نفتح برضه نكلف نفسنا ونصرف ياما والكلام ده. لا لا خالص، لازم يعني في حد البروتين معقول مثلا هو في البيض مثلا او في بياض البيض البروتين، في صدر مثلا صدر الفراخ اعلى من الورك الفراخ، تمام. وفي السمك طبعا، وفي التاني وفي اللحوم، في اللحمه، اللحمه الحمراء. والتونة طبعا والحاجات دي بس كلها انا ما بفضلش التونه الصراحه ما عشان كذا كذا كذا، مثلا تروح لحد مثلا دكتور جيم ولا حاجه يقول لك مثلا كلك علبه تونه وصفيها من الزيت. انت مهما تصفي من الزيت ما هي فيها زيت والزيت ده غلط على الجسم اكيد اصلا. طبعا، اكيد هو اللي سبب السمنه.
طيب هل دلوقتي دايما يقول لك لو عايز تخس امنع سكريات، هل اما انا امنع سكريات اعوضها بايه؟ ما جسمي بيبقى محتاج سكر. ما دي برضو معلومه غلط، يقول لك مثلا ايه طاقه اي حاجه فيها سكر، ما دي معلومه غلط. ما هو اصلا الجسم ربنا خلينا هو اصلا محتاج سكر، فازاي تطاعه؟ هو اصلا يعني المفروض لما نقطع السكر نقطع السكر الصناعي، اللي هو زي ايه مثلا يا كابتن؟ بلاش نقول يعني ايه السكر، السكر هنحطه على السكر الشاي والقهوه. الابيض ده مثلا، ده يفضل ده قطعه نمنعه تماما. خالص. بس لازم ندخل سكر طبيعي. ندخله مثلا عن طريق ايه عن طريق تاني الموز، بديل؟ عن طريق التفاح. الفاكهه. الموز والتفاح فيهم اكتر نسبه سكريات. دول اكتر نسبه سكريات. في ايه تاني ممكن برضو نكمل عليه عشان نبدا ننزل الكرش؟ نقلل الكربوهيدرات، يعني المكرونه، العيش، طبعا كل واحد لازم يقللها بنسبه سعرات حراريه معينه، بس بقول لك بصفه عامه لازم نقللها. والرز طبعا يعني الرز اقل خطر من يعني الرز المكرونات ما فيهوش والعيش. مشكله قوي. لا مش قوي، لا لا لا، بس بنسب معينه وتتحدد طبعا حسب الشخص، انت غيري غير ده غير ده غير ده، فاهمني؟ كل واحد ليه نسب معينه بمقدار معين. يعني كل حاجه بمقدار معين. اكيد اكيد طبعا. انت شرفتنا ونورتنا النهارده يا ربنا كابتن، ان يخليك شاء الله انت دي مش هتكون اخر مره وهنبقى مع بعض تاني كتير، باذن الله. ولسه حلقتنا ما خلصتش ولسه شباب شو مكمل معاكم. للاسف فقرتنا خلصت ولسه مكملين معاكم. شكرا، نورتونا.